معنا سيدي الرئيس أستاذنا الكريم، نعتز بحضورنا إلى جانبك في هذا اللقاء. وأود في البداية قبل كل شيء أن أشكر الإخوة في مركز مدى، هذا المركز الذي يعني كانت لي مشاركات معهم وضمنه وحلقات كثيرة حضرتها. وأود قبل أن أستطرد في حديثي عن الأدب المغربي وتحديدا حول ما سوف أقدمه، أن أعزي الإخوة في مركز مدى في وفاة أستاذنا الأستاذ مختار بن عبد اللوي، الذي نشهد له بكونه رجلا صادقا ورجلا فاضلا ورجلا مخلصا في عمله. أنا تتلمذت إليه لثلاث أو أربع سنوات، وما عرفته إلا رجلا مثل ما أشرت قبل لحظات، فاضل وصادق في عمله وفي تقطيره. فلروحي الرحمة والسكينة، وأجزل الشكر شكرا جزيلا ووافرا للإخوة في المركز على استمرارية هذه اللقاءات وعلى يعني الاهتمام بالثقافة المغربية وأسئلة هذه الثقافة. سعيد بأن أتكلم حول الثقافة المغربية في الألفية الثالثة، ليس لأننا نطمس ما تقدم من يعني منجز نصي مغربي، إنما حقيقة لمواكبة ما يصدر من نصوص في الثقافة المغربية. ومن الصعب مثل ما أشار الأستاذ الكريم قبل لحظات، من الصعب أن نحيط بكل يعني أجناس الأدب المغربي وأشكاله النصية التي باتت يعني عديدة. وينبغي أن نسجل بأن الثقافة المغربية في كل مجالاتها في تطور باضطراد، ويشهد العالم العربي وربما العالم على أن النص الثقافي المغربي، أنا أتكلم عن النص الثقافي في كل مجالاته، نص يشهد تحولا مستمرا ومضطردا ويسجل تطورا بدون شك. لكن أود أن أحاول الاقتراب من راهنية الأدب المغربي فيما يتصل فقط بالنص السردي وتحديدا في الرواية، وسأترك المجالات الأخرى لأنه قد تأخذ منا مساحة كبيرة من الزمن، إضافة إلى أننا قد لا نحيط بها بشكل كلي وشامل. هذا من جهة. من جهة أخرى، أود أن لا أجعل من هذه المداخلة مداخلة أكاديمية، ولذلك يعني أفترض أنني سوف أقفز على الكثير من الأشياء التي كان ينبغي الإشارة إليها والمتصلة أساساً بشكل النص السردي، يعني أشكاله، فنياته، جمالياته، لأن هذه الأشياء عادة ما تكون يعني دقيقة من حيث دراستها دراسة أكاديمية، ولكن لا تعفينا من الإشارات البسيطة فقط إلى هذه يعني العناصر الأساسية في النص وفي بنائه، لنتحدث عن قضايا وموضوعات هذه الرواية وراهنيتها ومواكبتها للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، وأيضا مواكبتها لأسئلة هذا المجتمع، لأن الأدب إذا ما فصلناه عن المجتمع وعن الإنسان فلا قيمة له. الأدب هو إعادة تخيل للمجتمع وتحولاته و أسئلته، يعني هو منشغل بشكل دائم بأسئلة هذا المجتمع، وإلا فإن الأدب لا معنى له. طبعا من يعرف يعني تاريخ الرواية المغربية في إشارة قصيرة يعرف بأنه بعد مرحلة النشأة ومرحلة التي كانت تسيطر فيها أسئلة الواقعية في الأدب وأسئلة يعني حينها الراهن المغربي الذي كان يخرج من دائرة إلى دائرة أخرى يمكن أن ننعتها بالتحرر النسبي، دخل مباشرة مرحلة ثانية وهي مرحلة طفرة أخرى، هي مرحلة التجريب في الشكل السردي بشكل عام.
وبطبيعة الحال كانت هاد أو كان هذا التجريب ولا زال مستمرا باعتباره تقنية في التجاوز والتطور والخروج أو الخرق المستمر للشكل الأولي للنص، وأيضا عدم اعتراف الرواية بكونها تتأطر داخل إطار معين. هذه مرحلة التجريب مال فيها عديد من الروائيين المغاربة إلى ما يمكن أن نسميه بتدمير معالم الحكاية في النص الروائي، وهذه المرحلة استغرقت وقتا طويلا، وبدون شك يمكن أن نعتبرها مرحلة تطور على مستوى الأشكال الفنية في الرواية المغربية، ولكن أيضا ينبغي أن نسجل بأنه خاصة في مراحلها الأخيرة استطاع أو فقدت الرواية المغربية قارئها أو مساحة واسعة من قرائها لما يكتنف هذه النصوص من غموض ومن عدم قدرة المتلقي على متابعتها إلا إن كان أكاديميا، بحيث يحاول أو يعيد بناء هذا النص بشكل من الأشكال. في ابتداء من مرحلة التسعينيات عبد الحميد عقار في كتاب من الكتب أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي التي يمكن أن نقول ستشكل المرحلة الثالثة التي ستمهد للولوج إلى ما نسميه في هذه اللحظة برواية الألفية الثالثة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن الروائي المغربي انتبه إلى أنه فقد مساحة واسعة من قرائه، وظل لديه مساحة قليلة من القراء، بحيث إن القارئ لم يعد ينجذب إلى قراءة هذه النصوص ولا تشده هذه النصوص لما فيها من غموض ولما فيها من اهتمام بالأشكال الفنية أكثر من اهتمامها بالحكاية وبالقضية وب أسئلة المجتمع وغير ذلك. فتحدث عما يسمى بتعقيل التجريب، بشكل من الأشكال محاولة حصر هذا التجريب باعتباره، ونحن نتحدث عن تجريب بمعنى التجاوز، ولكن في تلك المرحلة التجريب معناه أن نعمل على تدمير الحكاية، الاستغناء ما أمكن عن تفاصيل الحكاية ومعالمها. مباشرة بعد هذه المرحلة، ولدي معطيات كثيرة جدا حول هذه المرحلة، وهو بحث موسع بالمناسبة، أريد أن أشير فقط إلى أن هذه المرحلة والروائي المغربي يحاول أن يعمل على تعقيل هذا التجريب، الحد من الاهتمام بالشكل الفني للنص السردي سوف يميل إلى استعادة الحكاية باعتبارها الصيغة الوحيدة لشد هذا المتلقي ولفت انتباهه وإعادة مصالحته مع النص السردي المغربي. وفعلا سوف يتمكن الروائي المغربي من إعادة استعادة هذا القارئ، بل وكذلك سوف يضمن لنفسه مساحة مقروئية واسعة في كل العالم العربي. وما نشهده اليوم من عدد من الروائيين الشباب والروائيين المبتدئين الذين ما كتبوا إلا نصا واحدا يلقون صدى سواء داخل المغرب أو خارجه. ما يهمني ولا أريد أن أتقلكم بالأسماء كثيرة جدا في هذا البحث الموسع، وهو أن أشير إلى القضايا التي عاد إليها هذا الروائي المغربي، ولكن بصيغة أخرى تتصل أساسا باستعادة أسئلة هذه القضايا ضمن الحكاية التي هي جوهر النص والصيغة التي بواسطتها يعبر هذا الكاتب وهذا النص إلى القارئ. من القضايا أن الروائي المغربي أعاد التخييل للسياسي من القضايا، وتحديدا السياسي، وطبعا هذا لا يعني بأن الروائي المغربي قبل هذه المرحلة لم يعمل على تخييل القضايا السياسية. نحن جميعا نعرف مثلا أن محمد برادة ويوسف فاضل وغيرهم في مرحلة من المراحل وعبد القادر الشاوي كانوا قد انشغلوا كثيرا بالأسئلة، أسئلة التحول السياسي في المغرب، وكذلك بأسئلة ما يسمى أساسا برواية السجن السياسي أو رواية الاعتقاد السياسي. ولكن ما ينبغي أن أشير إليه وهو أن الرواية في هذه المرحلة
طبعا إضافة أيضا إلى أننا لا يمكننا أن نعمل على إلغاء عدد من النصوص التي كتبها عبد الكريم غلاب ومبارك ربيع فيما يتصل بالأسئلة السياسية في مرحلة النشأة، وهذا ما يسجل لهم، إضافة إلى أن هؤلاء أيضا لا زالوا مستمرين معنا ولا زالوا يكتبون. نحن لا نعمل على القول بأن هذه الأسماء انتهى زمنها وكذا، فمحمد بن رادة وكذلك ربيع إلى الآن لا زالوا يكتبون عن تحولات هذا المجتمع. ولكن ما أريد أن أشير إليه هو أن هذا التخييل للقضايا السياسية اتخذ ثلاثة أشكال. الشكل الأول وهو شبيه بالشكل الذي كتبه برادة والشاوي وغير هؤلاء من الأسئلة التي تعيد تخيل هذا التحول الذي يقع في المجتمع بما في ذلك التحولات القائمة التي يعرفها النظام السياسي، أو استعادة المراحل السابقة من تاريخ المغرب وإعادة تخيل ما يتصل بالقضايا السياسية منها تحديدا. وأذكر مثلا من النصوص، وإن كانت نصوص لمن كانوا قد كتبوا في مراحل سابقة ولا زالوا يكتبون الآن مثل ما أشرت إلى ذلك في السابق، مثلا لعمر والقاضي، لرميج، لمحمد صوف، لبرادة، ليوسف فاضل، للكثيرين ممن أعادوا يعني قراءة أو إذا شئتم تخييل الأسئلة التي كانت في الماضي بالموازاة مع التحولات التي يعرفها المجتمع اليوم. الشكل الثاني من هذه الشكل الثاني من هذا التخييل للقضايا السياسية هو روايات عبرت بقضايا الوطن والحدود إلى دائرة التخييل والجمالية أو الكتابة الروائية المغربية. ومن هذه النصوص التي عبرت ببعض القضايا الوطنية، مثلا قضية الصحراء المغربية، هنالك نصوص كثيرة الآن، هنالك مدونة سردية اهتمت بالصحراء عبرت بهذه القضية من يعني إطارها التداولي العام ومن قراءتها التقريرية ومن كتب التي يتم فيها الحديث عن هذه القضية وتداولها وتناولها، وأيضا من نقاشات العامة إلى مستوى التخييل. ويحضر معنا واحد من هؤلاء الروائيين إبراهيم حريري إلى جانب زبيدة هرماس وغير هؤلاء ممن استطاعوا أن يعبروا بهذه القضية باعتبارها محط خلاف وأيضا قضية يتداخل فيها السياسي بكذا إلى آخره إلى دائرة التخيل. الشكل الثالث من هذه الروايات التي استطاعت أن تعيد تخيل القضايا السياسية هي تلك الروايات التي عملت على تخيل ما سمي بالربيع العربي، وهنالك نصوص كثيرة مغربية كتبت حول هذا التحول الذي حصل أو اللحظة التي شهدها المغرب مثل ما شهدتها أقطار عربية مختلفة، وعمل هؤلاء على تخيل هذه المرحلة واستحضار أسئلتها. وأذكر فقط مثلا ربيع نفسه، مبارك ربيع كتب حب فبراير والحركة لعبد الإله بلقزيز وغير هؤلاء ممن كتبوا نصوصا كثيرة. إلى جانب هذه القضايا يمكن أن نجد قضايا أخرى تتصل بما هو وجداني أو ما له علاقة بالنفسي، وإن كانت الرواية المغربية في مرحلة سابقة لم تعمل على الامتداد إلى هذه الجوانب. وأذكر مثلا موضوعة الحب، موضوعة الحب في الرواية المغربية عادة ما نجدها هامشية أو ثانوية، ولكن أصبحت من الموضوعات التي شكلت جوهر بعض النصوص الروائية وشكلت أساس بناء هذه الحكاية. ومثل ما قلت في السابق فقد استطعت بواسطة هذه الموضوعة أن تضمن لنفسها قارئا يعني جديدا وقارئا واسعا يعني مقروئة واسعة. وأشير هنا إلى بعض الكتاب الذين لهم تجارب أولى أو لهم ثلاث نصوص أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. مثلا أشير إلى مبارك أبا عزي قد كتب نصين أو ثلاث، عبد المجيد صباطة مثلا، سناء العاجي كتبت نصا آخر في هذا الاتجاه، المتقي أشهبار كتب
نصا حول هذه الموضوع، إلى جانب من من الأسماء من هو مكرس، مثلا فاتحة مرشد كتبت نصوصا أخرى بعد هذه يعني في هذه الألفية، وكتبت نصوصا تستحضر فيها طبعا هذه الموضوع، على اعتبار أن هذه الموضوع لم تكن الرواية المغربية تطرقها، ولكن أيضا ينبغي أن نشير إلى أن هذه الموضوع لا تتصل بالتعريفات المتداولة لموضوعات الحب، فهي امتدت بها إلى يعني إلى مساحات أخرى واسعة، وأيضا حاولت أن تتجنب ما كان قد وقع لعدد من الروائيين العرب ممن يعتقدون أن شد انتباه القارئ إلى نصوصهم يتصل أساسا بالجنس، فهذه الروايات استطاعت أن ترسم مساحة وفاصلا بينها وبين هذه الموضوع، وأن تتناول موضوعة الحب من منظور آخر يتصل بما هو فلسفي وما هو وجداني بالأساس، وصولا مثل ما قلت إلى نصوص طريق البكالي. ثم من الموضوعات والقضايا أيضا التي اهتمت بها الرواية المغربية وحاولت تخيلها موضوعة الإرهاب، التي لم تكن الرواية المغربية في وقت من الأوقات قد منحتها مساحة واسعة في متخيلها، ويمكنني أن أشير فقط إلى نصوص طريق بكري مثل مثلا قاتل الأشقار، هذه رواية تستحضر الإرهاب بامتياز، وجعلت من الإرهاب يعني إذا شئنا أساسا لبناء محكيها، إلى جانب نصين من النصوص الذي أصدره عبد الإله بلقزيز في سنة 17 و2000، يوميات موت حي. إلى جانب هذه الموضوعات يمكن أن أشير كذلك إلى موضوعة الهجرة من المغرب وإليه، وهذه الموضوع أيضا إذا كانت إذا شئنا هنالك نص أو نصين قبل بداية هذه الألفية، يعني هما اللذين استحضرا بشكل واضح وطاغ هذه الموضوعة، على الرغم من أنها شكلت هذه الموضوعة موضوعة رئيسة في المجتمع المغربي وسؤالا يعني مهما في كل مراحل المجتمع المغربي الحديث، ولكن مع ذلك لم تمتد الرواية إلى تخييله إلا في هذه المرحلة المتأخرة، وحتى هذه الرواية التي كتبت عن هذه الموضوعة في المرحلة السابقة كانت أو كان يعني استحضارها لهذه الموضوعة إلى حد بعيد تقريريا. ومن هذه النصوص يمكن أن نشير مثلا إلى نص لكريم بلد حول بعنوان غواية السواد، قد كتبه سنة 16 و2000، وليالي بلا جدران لحسن مددي أيضا، وهمسة في آذان للطيف الرخام، وعدد كبير من النصوص لا أريد أن أذكر أن أذكرها جميعها، لطاهر بن جلون، لبوشعيب الساوري، عدد من النصوص التي استطاعت أن تستعيد هذه الموضوعة وهذه القضية باعتبارها قضية من القضايا التي يعني التي تسائل المجتمع، وأيضا من القضايا التي شكلت دائما هاجسا ومتغيرا في المجتمع. لا أريد أن أستفيض في الكثير من التفاصيل حول الحديث عن القضايا والتحولات التي عرفت الرواية المغربية، ولكن ما أريد أن أقوله وأختم به هذه المداخلة، وهو أن الأدب المغربي كان دائما ولازال مثل غيره من النصوص الثقافية، أو لعلنا نقول مثل غيره من الفنون، كان دائما مهموما بأسئلة المجتمع وبتحولاته وبأسئلة الإنسان في هذا المجتمع المغربي والإنسان بشكل عام. أجدد لكم شكري على الإنصات لهذه المداخلة، وأشكرك سيد الرئيس. أشكر الدكتور إبراهيم أزوغ على هذه المداخلة القيمة، صراحة قيمة مفيدة طلعنا فيها
بصفة عامة على القضايا، أهم القضايا التي يعالجها الأدب المغربي المعاصر. لا أعيد ذكر ما هي هذه القضايا، نتكلم عليها في عوش الوقت. مثل هذه المداخلات أنا شخصيا كان منها كنعرف القيمة ديال الأستاذ، قيمة ديال الأستاذ. فاحنا أمام واحد الأستاذ شاب، دكتور شاب، الجانب المعرفي مهم، هو ملم بالموضوع، ولكن الشيء الجميل والمهم جدا هو الطريقة، طريقة ديال الإلقاء وديال الكلام وديال الحديث، هذا شيء مهم. أنا كثير من الأحيان أنا كنحضر الندوات تلقى الإنسان شاد الوراق، عشرات الوراق ولا 20، الندوات ماشي هكا. فالأخ إبراهيم أزو أعطانا واحد المثال على الأستاذ، على الإنسان اللي كيتدخل في واحد المداخلة في واحد المكان عمومي، ماشي في قسم ولا أكاديمية إلى آخره، كيخاطب واحد الجمهور مختلف ومتسع. نحن هنا أمام أسيدة ودكاترة تبارك الله أعرف الكثير منهم، كل واحد في التخصص دياله، فلسفة، هذا في الآداب، هذا في التشكيل، هذا في سالفين، ولكن نستفيد من المحتوى ونستفيد حتى من الطريقة، لأن الأستاذ يلقي مداخلته بلغة سليمة، طريقة جميلة جدا وبليغة، أشكره وأهنئه عليها. ونتمنى له طبعا كامل النجاح، ونفتخر بمثل هكذا باحثي وأساتذة. معنا في كذلك الشاب، هل هو شاب أم شيخ؟ حنا شو يغددي معنا؟ حنا اللي كيهمناه هو الشباب، تحول مازال الشاب. الدكتور كذلك الشاب حسن الإدريسي، هو أستاذ فلسفة، وهو عضو مركز مادة، وهو عضو تحرير مجلة رهانات. أمامنا وتفضلت علينا الأخت حياة الدرعي بعدة نسخ من هذه المجلة، طالعوا عليها، ربما هي مجانا، هي مجانا للجميع، نشكرها على ذلك. الأخ حسن الإدريسي هو كما قلت من الباحثين الشباب في الحقل الفلسفي، وهو طبعا في البداية أظن، وفي بداية ومازال شاب، ونتمنى له الاستمرارية، ولا بدون شك أن ستكون له كلمته أيضا في مجال البحث الفلسفي. يظهر لي بأنه كيهتم بقضايا متنوعة، تاريخ الفلسفة، من المؤلفات ديالو القيمة نيتش في مرآة فوكو، الحقيقة والسلطة واللا مفكر فيه، واجمع ما بين جوج الفلاسفة معروفين بالتمرد ديالهم اللي هما نيتش وميشيل فوكو. أعطانا هذا الكتاب، نتمنى أننا نطالعوا عليه. سبق لينا في مركز مادة أننا عقدنا واحد الندوة حول الفلسفة والمؤسسة، الفلسفة والمؤسسة، وكانت فيها مداخلة شخصية لي حول ميشيل فوكو، مؤسسة عند ميشيل فوكو، ياك فلسفة مؤسسة عند ميشيل فوكو. فهو هنا يعيدنا لهاد القطبين من الفلاسفة نيتش وفوكو. ثم نجد له كتاب آخر مهم، الفلسفة السياسية، جون رامس، اللي هو من الأعلام ديال الفلسفة السياسية الأمريكيين. فهو قدم لنا كتاب الفلسفة السياسية الليبرالية وأسس العدالة وحدودها، قضية العدالة، قضية رامس معروف بهذه القضية بالنظرية ديالو في العدالة، فهو كيشرحها وكيوضحها لنا في هذا الكتاب ديالو. كنتمناو ليه طبعا المزيد من النجاح والتفوق. وعندما أتحدث أنا على هذا اللي كنقولوا رهينية، فهاد الناس اللي حاضرين معنا هما نفسهم باحثين، هما يتحدثون عن أدباء وعن باحثين وعن فنانين آخرين، ولكن راهما نفسهم نموذج للباحث المغربي. فأمامنا سواء إبراهيم أزوغ أو الأستاذ دكتور كذلك
استاذ كانت ثانية سميتو واخا هو صاحبي بزاف عبد الله الشيخ ولا استاذ الادريسي، هادو انا ماليش ديال الباحثين في الفكر المغربي وفي الثقافة المغربية، بالتالي هما واحد الوقت غنتكلموا عليهم هما غنتكلموا تا هما عليهم. المهم غنعطيه الكلمة وهو غيتفضل علينا واحد المداخلة حتى عنوان التسامح في الفلسفة المغربية. بمناسبة التسامح، المغرب معروف هذه القضية ديال التسامح، هو أرض التسامح.